انت شرفتينا وانستينا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا ست غاليه. وكمان انقلي صوابع زينب كمان، ايه المقادير هقول لك عليها كمان. حاضر، انقلها دلوقتي على طول. واحده واحده بقى كده. استاذ احمد قول لنا، ابن احمد عاوز يكلمك اهو. طب هقول لك على مقادير صوابع زينب الاول. كيلو دقيق، خدي معاكي يا جميله اهو. اديني فرصه اقول لك المقادير. الاقي ايوه يا احمد. ازيك يا ست غاليه؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ بتحبي صوابع زينب؟ ايوه. طب احنا هنقول لك على المقادير بتاعتها عشان تخلي ماما تعملها لك. ماشي. ويتغني معانا بقى لمصر. انا بحبك قوي يا ست غاليه. وانا بحبك قوي، بس عاوز اسمع منك اغنيه لمصر. يلا نغني احلى اسم في الوجود. ماشي. يلا غني معايا يا احمد بقى، غنوا سوا. ها يلا. يلا ابو احمد. يا احلى اسم في الوجود يا مصر، يا احلى اسم في الوجود يا مصر، يا مصر يا رمز مخلوق للوجود يا مصر. نعيش لمصر وتعيش يا مصر دايما بكل جديد. ونموت لمصر. ايوه. الله ينور عليك يا قمر، شرفتنا. مع الف سلامه يا قمر. وكده تمام العجينه ست غاليه؟ ايوه، بس هنوري حاجه للناس. ايوه انا جايه لك اهو. تمام. العجينه تبقى كده ناشفه قوي كده؟ لا كده كويسه. يعني هي تبقى كده؟ هي اهم حاجه ان هو هتعرف تقطعها كده. تمام. اه، وهتنزلها على الصباع يعني العجينه كدا. بصوا كل ست بنت تبقى واخده بالها، العجينه بصي بتبقى ناشفه كده، ما تبقاش طريه زي ما انت شايفه، عشان طبعا ده قصه اتعلم فيها اكتر. تمام. مني واخدين بالكم، فعشان انت تجربيها ازاي، وبعدين ليها حيل. أيوه. العجين ليه عرق. أيوه بالظبط. تجربيها لما تطبعيها كده وتحسي ان هي طريه معاكي، واما تنزل كده تبرم، تنزل كده تبرم اهي. طبعا دي هتنزل على المبشره او حاجه مخرمه. تمام. تبرم عليها كده، هتبقى على مصفى وحاجه زي كده. خدوا بالكم من العجينه. تمام. عشان الستات تبقى فاهمه. بصي العجينه انا ماسكاها بهز فيها اهي، مش قادره تقع. بصي اهي ناشفه. بالظبط. عجينه ناشفه اهي، عجينه ناشفه، خدي بالك ما تعمليهاش طريه. ده من مواصفات العجينه يعني. طبعا بتسيبها تخمر. بتخمر قد ايه بقى يا احمد؟ بتخمر لها مثلا بتاع نص ساعه، ساعه الا ربع. ساعه الا ربع، نص ساعه. نص ساعه. ده في الحر. ولو شتاء؟ لا بتاخد لها مثلا بتاع ساعه ونص. في الشتاء تاخد لها بتاع ساعه ونص. يعني الجو بيبقى برد. طيب احنا عاملين واحده طبعا قبل الهواء عشان تخمر. احمد هيوريها لكم ويبتدي بقى يقلي كده ويبدع. تمام. طب ده عايزين نشيل الطبق الصغير. ادي العجينه اللي انت خمرانه اهي. بصوا الفرق بقى يا ستات، عشان بس ايه كل ست نبقى احنا فدناها. دي الخمرانه ودي اللي مش. بص الخمرانه لونها غير وقبت وحلوت ازاي اهي. اللي لسه ما خمرتش لسه بيضه بلون العجين. لسه بيضه. ايوه بالظبط. ولسه ما خمرتش ولا طبع فيها الزيت اللي اتحط لها. وفي حاجه ثانيه برضه استغلي، تعرفي الخمرانه من اللي مش خمرانه. قول يعني. في حاجه ثانيه يعني، لو نزل منها الزيت زياده ما تقلقش منه. يعني لو الزيت طبع ما تقلقش. لو زودت الزيت بس مش تزود. يعني جم حبه زياده. ايوه ما تقلقش يعني الزيت ما تخافش منه. زي بعض. ادي الفرق. اتفضل بقى انت ولع البوتاجاز واقلي كده عشان انا اكلم السفير. تمام. يا سفيرنا. يا مساء الجمال يا